انا اسمي يزن وفاي، عمري 13 سنه، انا من سوريا من حلب، عضو في مجموعه الفاتح الكشفيه، وكنت احد المشاركين في منصه ذات جيل واحد. تحدثت في جيل عن التاقلم مع تغير الظروف. التأقلم مع تغير ظروف الحياة نحن كثير هو شيء كثير كثير لازم ندقق عليه في حياتنا اليومية بعد ما طلعنا من سوريا. أنا في كتاب بنصح الكل فيه اسمه من الذي حرك قطعة الجبن الخاصة بي، هذا الكتاب بيحكي عن فارين وإنسانين، كيف الفار والفارات لما عرفوا أن الجبنة عندهم خلصت كانوا متأهبين لهذا الشيء ورأساً غيروا مسارهم وكملوا البحث عن الجبن الآخر، بينما البشر اللي هنا الإنسان ظل فترة طويلة ما له استوعب أنه خلص الجبن، راح الجبن، فظلوا فترة بعدين ترجعوا كملوا. هذا الشيء صار فينا لما طلعنا من سوريا، نحن كنا عايشين بحياتنا بسوريا مبسوطين، طلعنا لهون في منا طلع على تركيا على مصر على كثير محلات، ولكن في مننا اضطر انه يترك هدفه. بسبب حواجز اللغة، بسبب حواجز اضطر انه ينسى الشغلات اللي كانت. هل هو محاولة تبليش من الصفر شي غلط؟ لا ابنه، ولكن انه تنسى اهدافك القديمة هو شي كتير غلط. انا كشخص ما كان عندي اهداف لانه انا كنت ولد صغير، عمري سبع سنين تقريبا، لهيك لما طلعت على مصر كان في حاجز قدامي صغير، حاجز اللهجة. هذا الحاجز تخطيته بسهولة، ولكن حاجز اللغة اللي هو هون في تركيا كان حاجز صعب جدا بالنسبة لي. مع ذلك تخطيته، وانا هدفي لبين ما اكبر انه اطلع على امريكا على ادرس في جامعة اوكسفورد او هارفارد ودرس في جامعة اوكسفورد.